عنا معاذ طيب السوق جدا جدا الآن أيها الأخوة المشاهدين من وسط مدينة بن وليد من أمام شركة الكهرباء نقف هذه الوقفة ونتساءل ونطالب ونوجه سؤال لحكومة الوحدة الوطنية. الآن بن وليد وأغلب المناطق الليبية يتم قطع عليها التيار الكهربائي بالخمس ساعات وبالست ساعات ووصلت حتى للسبع ساعات، يعني لما توصل قطع الكهرباء سبع ساعات يعني كأنك قطعت يوم كامل. باهي نتفاجئ اليوم بقطع الكهرباء لستة سبع ساعات. السؤال اللي نبي نسأله أنا من داخل مدينة بن وليد، ما هو سبب القطع؟ هل بعد صرف مليارات أو ملايين دولارات وتم شراء تربينات جديدة ومحولات جديدة وأبراج وتمت الصيانة وصرف ملايين الآن يتم قطع الكهرباء؟ كيف تم قطع الكهرباء؟ شن صار انهيار؟ هل في محطات توليد كما نقولوا محطة الرويس ولا محطة الخمس خرجت على العمل؟ الآن حسب ما نشاهده احنا كمواطنين ما فيش ولا محطة خارجة على العمل، ما فيش ولا برج طايح. عبد الحميد الدبيبي والحكومة الوطنية صرفت لشركة الكهرباء الملايين. الآن نطالبوا من النائب العام الشيخ الصديق يفتح تحقيق يورينا احنا كليبيين في حكومة عبد الحميد الدبيبي كم صرف لشركة الكهرباء مليون او كم صرف مليار، وبعدين شن وين العطل؟ احنا بنطلعوا ليبيين بنصلحوا برواحنا، احنا بنقصوا من مرتباتنا. ورينا يا محمد المشاي العطل وين، مشكلتك وين، وخلي احنا بنعطوا من مرتباتنا. لكن الان راهو لعلمكم ان الليبيين يقولوا الحكومة هي اللي عطي تعليمات لمحمد المشاي وهو اللي قص الكهرباء، لأن فيها أمور سياسية مع حرك الشعب. الآن حتى البنزينة يا أخي أطلعوا ردوا على الليبيين، أنت مش الآن مسؤولين، مش جابكم القدر علينا، أطلعوا ردوا على الليبيين. في مرضى، في عزايز، في شابين، في أطفال، في ناس تعاني. مش معقولة ست ساعات سبع ساعات للمخابز قدرن يشتغلن، للعيادات قدرن يشتغلن. إحنا غير عطونا السبب، إحنا عطونا السبب ومرتباتنا ما نبغونش برا صلحوا بين الكهرباء. لكن يطلع الآن خالد كشكر ديوان المحاسبة والمصرفي بالمركزي نبوا المبلغ المالي اللي صرفته حكومة الدبيبة على محمد المشايكة شركة كهرباء، كم مليون وكم مليار؟ وشن سبب قطع الكهرباء؟ في محطة عاطلة بنمشي احنا بنصلحوها، في برج طايح بنمشي احنا نستوردوه، شو المشكلة؟ بعدين أنت تسجيلاتك موجودة يا أخوي عبد الحميد، وتسجيلاتك موجودة أنت يا محمد المشاي، وعدتوا الليبيين وطلعتوا وفرحتوهم وقلتوا الآن من اليوم ما عادش فيه ولا قطع كهرباء ولا طرح أحمال، والآن الشركة تمر بمرحلة ممتازة وغير ماشي خطر لكم اليوم. اللي ينوض الصبح يدير مفرايه ولا كيف؟ احنا نبو تحقيق ونداء هنا وقفت هنا كناصر بوطبل من امام شركه كهرباء نوجه طلبات مدينه بن وليد للصديق الصور النائب العام. انت يا اخوي الصديق النائب العام، انت الان السلطه العليا في ليبيا وانت اللي تقدر توجه كلام وانت اللي تقدر تحقق لنا في هالموضوع. كم صرفوا مليار او دينار وش سبب الان القطع؟ اذا كان ليبيا تعاني وليبيا فقيره وما عندهاش كيف، احنا مستعدين ناخذ من مرتباتنا ونصلحوا الكهرباء. وبارك الله فيكم، اتمنى الازمه هذه ندير لها حل. تظاهر على شركه الكهرباء في بن وليد، احنا نعانوا من قطع تيار الكهربائي لمدة 10 ساعات،
مدينة تعاني، وعندنا ناس مرضى، عندنا ناس مقعدة، وإحنا المدينة الوحيدة يمكن في ليبيا تعاني في الضي 10 ساعات. ديروا لنا حل، يا قسموها جميع المدن، يا حتى إحنا معاش في طرح أحمال. المدينة الوحيدة بن وليد عاد 10 ساعات، معقولة 10 ساعات ضي يا جماعة؟ ما فيش بن وليد، كلها تعاني، بن وليد كلها بالكامل ظلام في الليل، كلها ظلام. إحنا الناس متعين الكهرباء، وزير الكهرباء إنه يشبحوا في العائلات ويشبحوا في المرضى، ما فيش يمكن عجز، هذه ما فيش عجز فيها كهرباء. والمدن الثانية طلعت كلها، وحتى مدينة بن وليد لبت وطلعت، وإحنا سلميين طالعين سلميين، لا مظاهرة سلمية على الكهرباء، ما ناش مدايرين أي حاجة، أي رد تاني. حتى في محطات الوقود وزحمة السيارات، بنزينة زحمة والنافطة زحمة، والمحلات حاطين نفس الموضوع في الصلاحية، طاحت مواد غذائية من قلة الضي والمكيفات. أحيي جميع المدن الليبية على هذه الوقفات الاحتجاجية بسبب انقطاع المستمر للتيار الكهربائي. وصل الحال في مدينة بن وليد أنه ينقطع لفترتين، يوصل لعند 10 ساعات في اليوم، فهذا يؤثر سلبا على المواطن. في عندنا ناس مرضى، ناس كذا، صرفت مئات الملايين السنة اللي فاتت، ليش ما فيش انقطاع تيار الكهربائي؟ السنة احنا كنا متأملين ان يكون افضل حال من السنة اللي فاتت، فطلعنا التوقعات خاطئة، بالعكس مئات الملايين هدرت، والكهرباء لازالت سيئة جدا جدا. وشركة الكهرباء الآن تركب في الساعات الإلكترونية، وهناك يعني إيرادات جيدة حتى من المواطنين، يعني الناس تدفع في 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 إيرادات على 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 شنو يعني؟ كيف أنت تو أنا صاحب مثلا ورشة أو محل أو كذا أو صنعة يعني تشتغل بالكهرباء، على شنو نخلص أنا الكهرباء؟ على شنو نخلصها يعني؟ على شنو أنت لما توقف لي 5-6 ساعات في النهار، أنا نخلص في مثلا في ناس يعني عمال، نخلص في ناس في أجار، نخلص في مبنى، يعني على شنو أنت تخصم ودير لي ساعة إلكترونية؟ يعني توقعين الأحسن لقينا الأسوأ. يعني في المدن طبعا ما هيش زي بعضها، احنا نمشي لطرابلس، مدينة طرابلس في مكانات يوصل حتى لـ6 و7 ساعات، وفي أماكن ما بـ3-4 أيام ما ينقطعش عليها. يعني شنو القصة هذه؟ يعني ما عادش فهمنا احنا شركة الكهرباء من يحاسبها؟ النائب العام وين النائب العام؟ 24 ساعة هو يطارد في المواطنين ويطارد في الناس الضعفاء. هذا وزير الكهرباء لازم يتم التحقيق معاه، وين مئات الملايين اللي هدرت السنوات الماضية؟ يجب عليهم أن يوقفوا وقفة جادة لهذا الموضوع. وإحنا الشعب اليوم طالع سلمي، مظاهرة سلمية، ما يبوش إلا أن يوصلهم حقوقهم من الدولة الليبية اللي هي أقل الحقوق، أن يكون عندنا كهرباء مستمرة. من هنا من مدينة بني وليد خرج مجموعة من الشباب مطالبين بأقل وأبسط حقوقهم اللي هو حق التيار الكهربائي، شأن بعض المدن الليبية التي يعني تبقى بالأيام بل بالأسابيع بل بالأشهر لم ينقطع عليها التيار الكهربائي ولو للحظة أو دقيقة أو أقل من ذلك. فهذه يعني أبسط مقومات وأبسط حقوق المواطن البسيط الكادح اللي هو مطالبتنا بالتيار الكهربائي. فالناشد الحكومة، إن كانت هناك حكومة التي صرفت مليارات على الشركة العامة للكهرباء على أساس أن يعني يتصلح حال التيار الكهربائي، ولكن للأسف الشديد كنا بالأمس القريب في السنة الماضية كانت الإمكانيات لم تضخ من الدولة، وكان التيار الكهربائي ممتاز. والآن لما صرفت الدولة ما يربع عن 13 مليار دينار لصالح الشركة العامة للكهرباء، لاحظنا بأن التيار الكهربائي وصل درجة الانقطاع فيه إلى ما يزيد عن 10 ساعات خلال 24 ساعة. نطالب السيد النائب العام للتدخل في هذا الموضوع وهذا الملف الحساس، أو يعني أقل الإمكان، يعني إذا كانوا في خلل في الإنتاج التيار الكهربائي
يبقى هناك مساواة وعدالة بين الليبيين وبين المدن الليبية. فما لاحظوش أن مدينة لم ما يهربش عليها الضي ومدينة يعني تأخذ في أحمال المدينة التي يعني ما تبيش التيار الكهربائي ينقطع عليها. فهذه أبسط حقوق المواطن الليبي، أبسط مقومات، يعني أبسط ما يمكن أن تفعل الحكومة تجاه شعوبها وتجاه مواطنيها، اللي هو توفير التيار الكهربائي. فمن هذا المنبر الإعلامي ومن هذه القناة الموقرة نوصل رسالتنا احنا أهالي مدينة بني وليد، رانا شأن باقي المدن. الآن رانا احنا في اعتصام مفتوح أمام الشركة العامة للكهرباء، ومطالباتنا يعني سلمية وقد تتحول يعني إلى إن شاء الله ما نوصلوا لها يعني الدرجة الأخرى، ولكن هذه لابد الآن تأخذ مطالبنا بعين الاعتبار. ونطالب السيد رئيس الحكومة والسيد النائب العام والسيد مدير الشركة العامة للكهرباء بأن لابد أن يختلق حل لهذه الإشكالية القائمة، وإلا يطلع الحد الأدنى يطلع على وسائل الإعلام ويوضح للليبيين شنو اللي الآن موجود، شنو اللي صار عليك. يعني الإنتاج أكثر من قبل، محطات التوريد الآن تشتغل أكثر من قبل، يعني استهلاك ليبيا لا يتجاوز 7500 ميجاوات، الآن الإنتاج تجاوز 8000 ميجاوات. الآن شنو الإشكال اللي عندك، شنو المشكلة اللي عندك؟ لابد الآن المطالبة للسيد مدير الشركة العامة للكهرباء بأن يخرج على وسائل الإعلام ويوضح للليبيين الموضوع اللي حاصل. وإن كانت ورقات يعني سياسية للضغط على المواطن البسيط فحسبنا الله ونعم الوكيل.